مرحبا بكم متابعينا. اخيرا وبعد انتظار طويل، رئيس الجمهورية قيس سعيد يكشف النقاب عن الدستور الجديد اللي باش يتم عرضه في الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل، اللي وتضمن الدستور هذا ابرز بنود الحكم والدين والمرأة والحريات وكل ما يتمناه المواطن اللي عايش حياة كريمة. اللي ويبدأ الدستور الجديد بالفصل الأول اللي نص على أنه تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، أما الفصل الثاني ينص على أنه الدولة التونسية ذات نظام جمهوري، كيف ما نص الفصل الثالث من الدستور التونسي على أنه الشعب التونسي هو صاحب السيادة ويمارسها على الوجه اللي يثبت الدستور هذا، ونص الفصل الخامس على أنه تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحريات. الفصل السادس ينص على أنه تونس جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي العربية، والفصل السابع ينص على أنه الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير وتعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة. وما ننساوش الفصل 51 اللي ينص على أنه الدولة تلتزم بحماية الحقوق والمكتسبات للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها، كيف ما نص الدستور هذا على واجب الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا من أجل تحسين وضعية المواطن التونسي من حسن إلى أحسن. وكيف ما باش يكون الدستور هذا ضمان الحريات الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، كيف ما هو ضمان لحقوق المرأة، ما يعني أنه لا خوف على الحريات بعد اليوم. الدستور هذا وحسب ما صرح عديد المحللين السياسيين انه باش يتناقض مع دستور 2014 اللي قام حزب النهضة وعديد الاحزاب الاخرى الفاسدة بانشائه، واللي كان ملغم بفصول يمكن التلاعب بها من اجل مصالح الاخوان حسب تعبيرهم، مضيفين الى انه الدستور هذا جديد ينهي منظومة الفساد والخراب والارهاب في البلاد التونسية ويفتح باب جديد للشباب التونسي باش يكون متقدم وتزدهر الدولة التونسية امام عديد الدول. اللي قال عديد الناشطين والمحللين السياسيين انه الدستور الجديد اللي باش ينشر رئيس قيس سعيد باش يقوم بالقطيعة مع دستور الاخوان وباش يكون بداية لمرحلة جديدة. في اخر الفيديو ان شاء الله اللي جاي خير على بلادنا تونس، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.